وزارة الداخلية كان لها دور اليوم في القبض على عصابة الخدامات المتغيبات اللي يقولون عنهم، عطني الصور يا مخرج، متغيبات يتحول شخصية شنو إنهم ممرضات، فيروحون المستشفيات المستوصفات يقولون لهم إحنا عندنا جهاز طبي وهي ميري وباقو وما أدري منو خدامات يشتغلون غسيل يغسلون ويخمون، تنحاش من كفيلها وتقول لك أنا أنا ممرضة، تلبس اللبس الأبيض وتمشي وتحط لها قلم أزرق بك هني وجهاز لقياس الحرارة ما يشتغل، وتروح تدش البيت تقول لك أنا ممرضة 15 years 10 years 5 years أنا ممرضة. وطبعا هذه كلها مكاتب وهمية، وللأسف يقومون بأعمال معالجة والاعتناء بكبار السن والمعاقين والأطفال، وهناك عيادات رخيصة للأسف تستخدمهم. عيالنا في وزارة الداخلية مباحث شؤون الإقامة كبسوا على هالعصابة وخلصونا منهم، وهذه صورهم. تحية لرجال الأمن، وأقول للأهالي ديروا بالكم من هالمكاتب، يجب أن تكون مكاتب معتمدة وفعلا تتأكدون الممرضة لها ترخيص ومعتمد من وزارة الصحة. شكرا لعيالنا بوزارة الداخلية.